تقولي وانا دكتوره مهم قوي انك انت تبقى دكتور وانت بتكلم دكتور زميل زيك يعني. فانا قلت انا اقنعتها على فكره، بس هي ان شاء الله باذن الله باذن الله في حلقات تانية هنروح لها بقى العياده. نوره 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 ويا نوره. وليه بقى دلوقتي انا عايزه ادي للناس نصايح معينه ممكن ما تبقاش يعني نصايح خاصه، لان زي ما انت قلتي ان كل حاله جسمها ما بيستجيبش زي حاله تانية. في جسم مثلا بيبقى محتاج طريقه غذاء معين، ممكن اللي يرفعني انا يدخن غيري، واللي يدخني انا يرفع غيري مثلا يعني. فعايزه حاجات بتبقى الى حد ما عامه، الى حد ما عامه. لو حد مثلا بيسمعنا او بيشوفنا مثلا ومش عارف يوصل لك، ممكن واحده تكون مثلا في كندا، ممكن واحده تكون مثلا في البرازيل، في اي حته ومش عارفه توصل لك، فيبقى عندها حاجات كده زي ما بيقول ايه بيزك، بحيث انها تتحرك فيها فتبقى عارفه ايه المقادير مثلا اللي تتحرك فيها. يعني انا لو عايزه مثلا اخد تفاح، مفروض تفاح تقريبا قد ايه في اليوم؟ ايه اللي نسبته سكر اقل مثلا في الفاكهه؟ ايه اللي لما مثلا اخرف يوم اعمل ايه علشان الم نفسي واللي حواليا تاني يوم؟ يعني ايه حاجات بيزك. بس لازم الاول نبتدي بعيش، يعني ما ينفعش الصبح اصحى اكل رغيف عيش. اوكي. لازم ابتدي بكميات صغيره، ليه؟ لان جسمي ما بيحللهوش، يعني كل جسم ليه كميات معينه عشان يقدر يحرقها. اوكي. ممكن اكل رغيف متقسم على اليوم كله، بس ما ينفعش اكل رغيف مره واحده. تمام. نفس الحكايه للفاكهه، ما ينفعش اقعد اكل طبق فاكهه لان انت كده عماله بتدخلي سكر كتير جسمك. اوكي. لازم تقنني الكميات على حسب بقى انواع الفاكهه، مفيش حاجه اسمها ممنوعه، يعني ممكن تاكلي مانجا، ممكن تاكلي موز، ممكن تاكلي اللي انت عايزاه، مفيش حاجه اسمها ممنوعات. اوكي. ده اللي احنا زمان كانوا بيخوفونا بالمانجا والموز والمانجا بتدخن والمش عارفه ايه. مفيش حاجه اسمها عشان بطيخ في ميه اكل نص بطيخه، مفيش الكلام ده، ما ينفعش. لا طبعا. لان كل ده سكر بيخش الجسم، فهي الكميات. يعني لو هاكل سمك فاكهه، انت سالتيني اكل تفاحه ولا اثنين، على حسب حجم التفاحه، لو التفاحه كبيره هتاكلي واحده، لو صغيره هتاكلي اثنين. اوكي. لو مثلا يعني انا اعرف مثلا انه مثلا يعني متعوده انه الخوخ، لا مش الخوخ، المشمش، المشمش هاي فيه كميه فيتامينز مش طبيعيه خالص، فاللي هو مش اكتر من ثلاثه. كل ممكن حد ياكل سته. اوكي. ممكن حنان تاكل ثلاثه عشان اسمها ما يستحملش غير ثلاثه. اوكي. ممكن حد تاني وزنه اكتر منك بكتير عادي سته، بس المشمش كمان سكره قليل. انا قصدي بقى ايه الحاجات اللي سكرها قليل؟ المشمش، الخوخ على حسب نوعه والفصل اللي هو طالع فيه. التفاح الاخضر. اوكي. التفاح الاخضر احسن حاجه اللي بيعمل دايت. لذيذ مزازه يعني. عشان هو بيخلي اما بتاكلي التفاح الاخضر عشان القشره اللي بره ونسبه السليلوز اللي فيه تخلي جسمك يبذل مجهود، يعني التفاح لو ب 100 كالوري جسمك بيبذل مثلا 120 كالوري عشان يحرقها. اوكي. مثلا. اوكي. يعني في اكل انت بتاكليه بيخلي جسمك يطلع حراره عشان يحرق. اوكي. زي ما بقول لك كلي بروتينز، كلي بروكلي، كلي حاجات فيها فايبرز عاليه، كل الالياف العاليه دي لما بتيجي تاكليها بتخلي الجسم يشتغل بشكل احسن، بتخليكي على فتره طويله مش جعانه، بتقعدي فتره مش جعانه. طيب صحيح انه العشاء كل ما تقربي للعشاء، بس انا كانت الناس بتتعشى، يعني الناس تقول لك ايه؟ طيب انا مروح بقى علشان هتعشى. بقيت اقول ايه؟ كل الناس اللي كانت بتعشى زمان في الافلام دي كانت بتتخن، يعني مش فاهمه انا العشاء ده غياب من حياتي. لا في فرق بين زمان ودلوقتي. ايه بقى؟ زمان ما كانش فيه كم المواد الحافظه اللي بتتحط في الاكل. اوكي. ما كانش فيه التعديل الهندسه الوراثيه والتعديل الوراثي، ما كانش فيه حاجات كتير قوي اللي احنا بنشوفها. كل ما التكنولوجي بتزيد كل ما الدنيا ما بتبقاش، يعني كل ما بيحصل امراض، كل ما الاكل بيتغير. أوكي. كل ما بتلاقي حاجات طالعه، شكل المانجا بس طعمها مش مانجا، شكل الخوخ بس طعمها حاجه ثانيه. بالظبط. فانت كل ما التكنولوجيا عندك بتزيد، كل ما بره مثلا دلوقتي بيسبورت الاورجانيك فود، الاكل الاورجانيك. اوكي. من كتر ما الاكل معظم الاكل مرشوش وفي مواد وحاجات، يعني بيقول لك مثلا التفاحه بعد ما بتغسليها، انا بتكلم على بره، بعد ما بتغسليها فيها 52 مبيد حشري بعد الغسيل.
نوع وبيتحشر مثلا هار اسود فاهمه كل ده بيخش جسمك كل ده بعد فتره انت عماله تحطي حاجات غريبه الجسم مش عارف يقراها جهاز المناعه مش عارف يتعامل معاها فبيجي فتره بيحصل بقى ايه امراض مناعيه اوكي اللي بيحصل المناعه بتبتدي تهاجم الجسم الجسم بيبتدي يهاجم نفسه اوكي عشان مش عارف ايه الحاجات اللي داخله له انت عماله بتجيبي حاجات يعني مثلا جبتي اكل او حاجه معلبه مش عارفه تقري ثلاث ارباع الكلام المكتوب عليها والمكونات 50 مكون ما هواش ثلاث اربع مكونات حاجات بسيطه دقيق وذره وسكر وخلاص لا ده انت عندك اسماء مش عارفه تقريها اسماء كيميكالز مش عارفه تقريها فما تاكليهاش كل ده داخل جسمك ده صحيح ده صحيح الحاجات اللي بناكلها طول الوقت الهرمونات اللي في الفراخ واللحمه والكلام ده كله ما هو الامراض بتيجي منين؟ من مجموع الحاجات اللي امال ايه حكايه ايه اصل ده انتي اوكسيدنت يعني الخيار ما عندي انتي اوكسيدنت مش الكل بقت انتي اوكسيدنت دي كتير قوي انتي اوكسيدنت على حسب الخيار ده بقى له قد ايه بره متعرض للشمس في طريقه النقل يعني هو من اول ما بنقطه في الخضار والفاكهه لحد ما بيوصل للمكان اللي بيع ده بيتعرض لبروسيسز قد كده بيفقد فيها طبعا فيتامينز ومينرالز عشان كده بيقول لك ان في حاجات معينه ما تقعدش اكتر من يومين ثلاثه وبعد يومين ثلاثه يبقى عن الشمس مثلا لو فيتامين سي ما الحراره بتكسر فيتامين سي بالظبط غير بقى الطهي طريقه الطهي ما انت عماله بتحطي هيت بتحطي حراره فبتكسري الفيتامينز بتكسري المينرالز البروتينات بتتكسر في الاكل اللي انت بتعمليه فهي يعني على قد ما تقدري كل حاجه طبيعيه على قد ما تقدري ابعدي عن الحاجات المعلبه الحاجات المصنعه الحاجات طول ما احنا بندخل جسمنا حاجات طبيعيه الجسم هيعرف يتعامل معاها فالجسم بالتالي هيقدر يحرق وبالتالي هيقدر يتعامل اوكي والحاجات اللي هي بتبقى فيها طريقه طهيها بزياده شويه فيها صوص كتير ما تعرفيش جاي منين يعني الحقيقه فدي حاجات مش يعني بصي خليني اسالك الحلقه الجايه انت بتاكلي ايه؟ يعني مفيش يعني معلبات مفيش حاجات مفيش حركات يعني مش عارفه يعني طب انت بتاكلي ايه؟ غالبا بتاكلي اكل العصفوره ولا بتاكلي ايه؟ انت بتاكلي كل حاجه؟ متاكده؟ بس بختار اكل بتختاري اكل؟ بختار اكل وببقى عارفه انا هاكل ايه وهعمل انا بعمل اصل ده شغلي اوكي فانت فاهمه وبعدين انت اضرب جسمك يعني فانا ببقى عارفه يعني اعمل ايه وما اعملش ايه واكل ايه وما اكلش ايه وبعدين انا مش كل يوم هاكل نفس الحاجه اوكي يعني ممكن اكل الكنافه مره كل ست سبع شهور مش حاجه انا معتاده عليها اوكي بس هو مش ست سبع شهور كتيره شويه هو اساس اكلك ايه؟ اساس اكلك ايه؟ بس الكنافه طب خلينا الحلقه الجايه حلقه